خلفة بنت 60 كلب. باشا ايوه اتفضل. باشا ايوه اتفضل. اقعد شغال الواد الواد ده يقعد كده زي الكلب. الراجل ده في عهده ولا صحفي دخل سجن. اللي بيته من ازاز ما رمسناش بالطوب. البلد محتاجة انك تنزل وتقول نعم. والذكر ده هو اللي ظبط البلد دي كلها. عمرو أديب ابن لعائلة إعلامية، فوالده السيناريست الشهير عبد الحي أديب، وأخوه عماد أديب المذيع المدلل لدى نظام مبارك ووزرائه. منذ صغره بحث أديب عن مكان له في عالم الأضواء، حتى ولو بظهوره ككومبارس في الأفلام السينمائية. لينتقل بعدها صحفياً مغموراً في صحيفة روز اليوسف، لتتفتح له أبواب الشهرة بعدها بانتقاله إلى قناة أوربت الفضائية التي سبقه إليها أخوه. وليظهر الأخوان أديب فجأة كرجال أعمال يمتلكون مؤسسة إعلامية ذات ثقل مالي لا يتناسب مع تاريخ العائلة. نجح أديب من خلال انفعالاته وجرأته المبالغ فيها واستخدامه ألفاظاً ومصطلحات تتناغم مع تلك التي يستخدمها الشباب في يومه العادي، في الوصول إلى شرائح مختلفة من الشباب والسيطرة على آرائهم. محدش كان مصدقني قلتلكوا هنكسب. عرف عن عائلة أديب كرهها للثورة وتأييدها لنظام مبارك. الراجل ده في عهده ولا صحفي دخل سجن. لكن ومع اقتراب رحيل نظام مبارك حاول أديب الالتحاق بركب الثورة، فكان طرده من ميدان التحرير. عقب الثورة حاول أديب تبرير انحيازه لمبارك، محاولا الظهور بمظهر المعارض الضحية. احنا كنا في عصر اسود ومهبب. خلونا اتكلم بقى واقول اللي حصل النهاردة. انا كنت اتكلم يقول لي اقعد شغال الواد ده. هو اقعد شغال الواد ده. الواد ده يقعد كده زي الكلب. ليناقض نفسه بعد ان اعترف من قبل بان مبارك نفسه هو من امر بفتح قناته، وان اغلاقها كان لاسباب ماديه. كان في خلاف مع مدينه الانتاج الاعلامي. خلاف مادي كان في ديسمبر اخر كل سنه بتيجي المدينه تحسب حساباتها والاخر. والاخوه في المدينه قرروا ان هم ياخدوا قرار ان هم يقفلوا الاستوديوهات بالجنازير. وكان لاول مره من 13 سنه القاهره لهم لن يقف مش هيطلع. فالرئيس قال خلوهم يطلعوا وبعدين يتحاسبوا معاهم. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري. سبب وصول الرئيس مرسي للحكم وإزاحته للعسكر من السلطة حالة من الفزع لدى أديب وعائلته، خوفا من فتح ملفات الفساد للعائلة وعلاقتها بالأجهزة الأمنية. لذا دعا أديب منذ اللحظات الأولى الجيش للانقلاب على الرئيس، واجتهد الرجل في الهجوم على الرئيس وجماعة الإخوان في كل وقت وحين. مصر كبير أوي عليك يا سيادة الرئيس. مصر كبير عليك قوي قوي. مدام مش قادرين قاعدين ليه؟ وليعترف بعد ذلك بأنه قد فتح علاقة مباشرة بوزير الدفاع الجديد عبد الفتاح السيسي. على فكرة وزير الدفاع الجديد اللي جه ده أنا قعدت معاه 3 ساعات. علاقة أهلت الرجل كي يتنبأ بموعد الانقلاب وإسقاط الرئيس مرسي. وآخر 6 خلاص آخر 6 هيخلص الكلام ده قبل شهور عدة من 3 يوليو، مؤكدا أن أمريكا أصرت على ألا يكون التحرك دون غطاء شعبي وبضوء أخضر منها. قال لي لو لمينا 20,000 واحد في التحرير الدنيا كلها هتتغير. طب ما في كذا 20,000 اتجمعوا في التحرير قبل. لا 20,000 معينين يعني 20,000 20,000 اللي هو عارفهم بالاسم. بدموع التماسيح أطل أديب الذي لم يستطع أن يتماسك أو يخفي مشاعره مع سقوط الرئيس مرسي. افسروا 90 مليون قلة النهاردة. افسروا 90 مليون زير. خلصنا منهم. عاملا على تضليل المشاهد مدعيا أن القوات المسلحة لا تطمع في السلطة. الجيش مش موجود خالص زي ما قلتلكوا. هو مجرد وسيلة انتقال بينقلنا جسر بينقلنا. الاعتصام هيتفض
مهد أديب لتنفيذ مذبحة رابعة العدوية ملقياً اللوم مسبقاً على الضحية. هو عارف أنه هيحارب، وهو عارف أن ناس كتير هتموت. فاستخدم كل ما يملك من عبارات وحركات لإقناع المصريين بتفويض السيسي لفض رابعة. أنا متأكد أن أنتوا نزلين. كل مرة كنت أقعد أقول لكم وأقعد أقول يا ترى، لا أنا شفتكم النهاردة شفتكم في الشارع. وبذات الأسلوب حاول الرجل إقناع المصريين في الداخل والخارج بالتصويت على الدستور لإيجاد مبرر وغطاء شرعي للانقلاب. لو أنت مش عايز تقرأ الدستور خد كلمتي، البلد محتاجة إنك تنزل وتقول نعم. قدم أديب فروض الولاء والطاعة للسيسي، وقام بالتمهيد لترشح السيسي للسلطة مرات عديدة والنفي مرات أخرى. واليوم الأخبار من أكثر من جهة أن عبد الفتاح السيسي لن يرشح نفسه. لكي يمهد للمواطن ويجعله متقبلا لفكرة ترشح قائد الجيش وقفزه على وعوده التي كان قد وعد بها الشعب المصري. وظف أديب أكاذيبه لمهاجمة الإخوان ومحاولة القضاء عليهم خوفا من عودة الشرعية مرة أخرى. أنت عايز تجيب عبد الفتاح السيسي هتجيبه إزاي؟ مش لازم تخرص التعابين اللي واقفة برة؟ ليصل الأمر به لتخيل بعض الأحداث لإيهام المشاهدين وإشعارهم بالخطر والترويج في الوقت نفسه لقائد الانقلاب. وحاولوا يقتلوا السيسي، وحاولوا يقتلوا السيسي فعلا. لخص أديب وعائلته تجربتهم ومشوارهم الإعلامي وما قدموه للشعب المصري. دي دولة النهاردة لا يشرفني إن أنا أكون ابن بالأبناء. لا